بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد مهران، المحامي بالقضاء العالي. استكمالا للحلقات السابقة من سلسلة الموضوعات القانونية، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كتير من الناس، هو موضوع الزواج العرفي. هو الزواج العرفي حلال ولا حرام؟ الزواج العرفي حلال، قولا واحدا الزواج العرفي حلال إذا ما توافرت فيه الشروط والأركان، إذا كان في ولي وفي شهود إجاب وقبول إشهار وإعلان، الزواج العرفي حلال. الأصل في الزواج هو الزواج العرفي، وكلمة العرفي هو ما تعرف عليه الناس، والقاعدة الفقهية بتقول أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى إذا كان الجواز العرفي توافرت فيه الشروط والأركان فهو زواج صحيح. زمان قبل ما يبقى عندنا حاجة اسمها محكمة الأسرة، وقبل ما يبقى عندنا حاجة اسمها مكاتب التوثيق، كانت كل الناس بتتجوز عرفي، وكان هو ده الجواز المعروف داخل المجتمع. لكن بسبب بعض المشاكل وتنصل الرجال من المسؤولية المالية تجاه الزوجة والأبناء، اختلقت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية شيء جديد اسمه عقود الزواج الرسمية، لتوثيق عقد الزواج لإلزام الزوج بتنفيذ المسؤولية أو تنفيذ التزاماته المبنية على مسؤوليته كزوج وكأب. لكن الزواج العرفي حلال. طيب اللي بيحصل في الإشكاليات الخاصة بالزواج العرفي، إن بعد ما بيتم الزواج العرفي نتيجة إن البنت الزوجة لم تصل إلى السن القانوني، كما لو كانت تزوجت قبل سن 18 سنة، فبيلجأ الأهل إلى تزويج البنت بعقد عرفي عند المأذون على أن يتم التصادق على هذا العقد بتوثيقه وتحويله إلى عقد زواج رسمي بعد بلوغ السن القانوني. الإشكالية بتتحدد لما البنت دي بتنجب طفل قبل ما بتتم السن القانوني وقبل ما يبقى الجواز رسمي، وبتحاول إنها تسجل طفل وما بتعرفش، خاصة إذا كان هناك خلافات بين الزوجين بيمتنع عنها هذا الزوج بأنه يقوم بتسجيل الطفل. دي مشكلة بتقابل كتير من الستات. احنا من خلال ده بنقدر نقول ان المشكلة حلها في رفع دعوة لإثبات علاقة الزوجية، ورفع دعوة لإثبات النسب لهذا الطفل من أبوه، وبالتالي بناخد حكم ونقدر نسجل الطفل، أو ان يكون هناك ورقة المأذون، العقد اللي تم عند المأذون اللي من خلاله بنقوم بتسجيل هذا الطفل واستخراج شهادة ميلاد عن طريق أبوه أو عمه أو جد الطفل. وبمجرد أن يتم تسجيل هذا الطفل في الجهات الرسمية بيتمتع الطفل بكامل الحقوق القانونية فيما يتعلق بأن يكون له اسم، أن يستفيد من التطعيمات الدورية، أن يستفيد من حقه في الميراث إذا توفى أبوه. المشكلة بتكون أن يكون هذا الخلاف الدائر بين الزوج والزوجة قبل توثيق عقد الزواج. في الحالة دي بيكون قدامنا عدة خيارات، منها إثبات علاقة الزوجية أو إثبات نسب هذا الطفل للأب. وهل للزوجة أن ترفع هذه الدعوة؟ نعم للزوجة أن ترفع هذه الدعوة، وإن كانت الأصل في القانون أن دعوى الزوجية لا تقبل إلا إذا كان هناك علاقة، إذا كان هناك عقد موثق دون الطلاق والخلع، من الممكن أن يتم تحريك الدعوة بموجب عقد زواج عرفي، إلا أنها ممكن تتقدم بدعوى طلاق للضرر أو خلع بعقد الزواج العرفي، ثم بمناسبة هذه الدعوة ترفع دعوى إثبات نسب للطفل من أبوه، أو إنها تحصل على الحكم بالطلاق ثم تحرك الدعوة أمام محكمة الأسرة بإثبات نسب هذا الطفل إلى أبوه. من أهم كمان الإشكاليات اللي بتقابلنا في الموضوع دوت، إن الراجل أو الأب يفضل متمثل من المسؤولية الخاصة بنفقة الطفل، لكن للأم أن تحرك الدعوة الجنائية لحقوق الطفل بوصفها هي الأم الحاضن له لحين انتهاء التحقيقات داخل محكمة الأسرة وإثبات علاقة النسب أو إثبات مدى علاقة الأب بهذا الطفل.